هنبدأ بقى بسم الله كده نسطب البرامج. انا دخلت معاكم على الشاشة نفسها بسكرين ريكورد عشان اوريك صورة اوضح، برضو تبقى شايف كويس وانا بشرح لك. هعرفك على مجموعة البرامج اللي في قلب الفلاشة. هنفتح من هنا الفلاشة اهي. انا حاطط لك هنا الهارد ديسك سنتينيال برو، ده برنامج لتست الهارد عشان لو عندك جهاز جديد او كده وعايز تعمله تيست بتعمله بالبرنامج ده. هسطبه معاك دلوقتي اهو. هو تسطيبته سهله خالص، اوكي ونكست ورا بعضيها. تعمل هنا اي اكسبت ذا اجريمنت بس، وتعمل نكست نكست نكست، وفي الاخر انستول وخلص الموضوع كده. فينش، خلص البرنامج اهو، بينزل على الديسك توب اهو، هارد ديسك سنتينيال. افتحه. البرنامج ده بيوريك حالة الهارد اللي راكب على الجهاز ده دلوقتي. بيقول لي حالة الهارد الهيلث بتاعه 64% والبرفورمانس بتاعه 80%. اي وده هارد اس اس دي، اي اس اس دي هو في الغالب البرنامج ده بيجيبه ان هو 80، يعني ده ما بيبقاش عيب في الهارد، لكن الهيلث هنا هو اللي عيب. وانا عشان ابتدي اتاكد من الموضوع ده هعمل تيست كامل على الهارد ده، بعلم عليه وادوس على سيرفس تيست. بعد كده بقول له ستارت تيست. هنا بيدي لي الرساله دي عشان ما هو ده الهارد اللي شغال على الويندوز، بيقول لي ان هو مش قادر يعمل له لوك، فانا هقول له كونتينيو على كده. يعني بيبتدي بقى هو بيعمل لي سكان كلاستر كلاستر كده او سيكتور سيكتور، وبيقول لي ان السيكتور ده جود ولا دامجد ولا باد. انا لو عديت التيست ده بدون دامجد وبدون باد يبقى الهارد ده كويس. هو اوقات هنا بيقول لي ان الهيلث ده قليل عن 100% بسبب مثلا ان الهارد اداؤه ابطأ شوية او كده، مش شرط يكون فعلا هارد معيوب يعني. فانا بتأكد بالتيست اللي هو السيرفس ده. انا طبعا مش هقعد بقى بيه ان هو يخلص كله، بس انا بوريك انت ازاي هتعمل تيست. هو جه عند القطاع ده كده وبدأ يتقل، فكده دي برضو طبعا تعتبر مشكلة. انا عشان اتأكد هنا عشان ده الهارد اللي شغال على الويندوز، فممكن يكون الويندوز هو اللي بيحمل حاجة فعامل معايا التقل ده. فانا عشان اتاكد بدوس دوسه كده بيفتح لي دي، ومنها بيوقف التيست دلوقتي. يعني كده التيست واقف، هسيبه لحد ما ايه يحمل براحته اللي هو بيحمل حاجه، وبعد كده هعمل كلوز تاني هيبدا تيست من تاني، هيكمل التيست. يعني هو كمل بشكل سريع اهو، لكن لو كان فضل على بطئه يبقى دي مشكله. تمام، طول ما هو مكمل معايا باللون الاخضر الخفيف ده يبقى الهارد ده 100 100. وعندك سرعه الريد والرايت اهي 410 ميجا بير سكند، ده سرعة ممتازة جدا. انا ممكن برضو اعيد التست ده تاني عشان اتأكد هل القطاعتين دول الكام سيكتور دول هل هما فعلا تقال ولا لأ. بس عامة هما مش عيب خطير، حتى لو هما موجودين هما مش عيب فعلي في الهارد يعني، الا لو جاب لي باد او دامجد. دي في الحالة دي انا اقول ان الهارد ده معيوب عيب فعلي. انا هعمل ستوب للتست ده. انا كده وريتك البرنامج ده، هو بشكل سريع بيقول لك رساله فوريه بحاله الهارد والبرفورمانس بتاعه هنا، واشتغل كام يوم هنا واللي فاضله. بس اللي فاضله دي بتبقى نسبه تقديريه ما لهاش اي اساس من الصحه. ودي الستارت والستوب، ده الكاونت ده بيبقى صحيح في الهاردات الميكانيكال اللي هي الهاردات العاديه مش الاس اس دي. ندخل بعد كده على تاني حاجه. الانترنت داونلود مانجر، ده التنزيل من على متصفحات النت، هنخليه بعد تسطيب المتصفحات. انا هوريك دلوقتي الكراك بتاع الويندوز عشان ده كان اول حاجة المفروض تعملها بعد الويندوز. مبدئيا الكراك الويندوز هنا بيعتبره فيروس، فبيفضل انك تقفل ويندوز سيكيورتي، تفتحه وتيجي هنا تدوس عليه دوسة من هنا وتجيب مانج سيتنج وتيجي تقفله من هنا، تعمل له تيرن اوف. ليه؟ عشان ما يمسكليش اي كراك من الكراكات دي على انها فيروس ويعمل لي مشكله وهيشيلها من على الفلاشه. على فكره الوحيد اللي بيقدر يشيل من على الفلاشه، انا الفلاشه عاملها لوك كامل، الوحيد اللي بيقدر يشيل من عليها هي برنامج الفيروسات، بتشيل اي حاجه مفيروسه.
فالكراك البرامج الفيروس بتعتبره فيروس، فيفضل تقفله قبل ما تشتغل. هي الفلاشة آمنة بالكامل، متقلقش منها نهائي. هنفتح دلوقتي نعمل له ران از ادمنستريتور. ده ويندوز 10. الويندوز 10 انا بعمل له كراك طبعا البرنامج ده ضامن مجموعة برامج عشان تساعدك في اي ويندوز. بالنسبة لويندوز 10 انا بختار كي ام اس اوتو لايت عشان اكرك الويندوز. بدوس هنا دوسة بيبتدي يعد هو، فبدوس له تاني عشان ايه يبتدي بالفعل. لو سبته هيعد العدد وهيلغي العملية، وبيديك المهلة دي عشان يأكد عليك. عايز تعملها فعليا ولا لا؟ الاوبشن التاني ده بتاع الاوفيس، اروح اسطب الاوفيس معاك. لما تجيلي رسالة زي دي هعمل لها كلوز عادي. لو كده بيبقى حاول يعمل بطريقة معينة وفشلت، فبيديك الرسالة دي. بعد كده بيحاول لوحده بطريقة تانية وبسيريال تاني. هديله كلوز هنا تاني، وهنا هديله يس. كده عمل لي اكتيفيشن سكسسفول، يبقى هو كده خلص الاكتيفيشن. ده كراك الاوفيس بيتم بنفس الطريقه، بدوس عليه مرتين برضو وهو هيكرك لوحده برضو. لو كده انا رحت على كليك يمين بروبرتيز على زيز بي سي، ورحت اشوف بيانات الويندوز، هلاقيه بيقول لي ويندوز از اكتيفيتد. كده هو متاكتف خلاص، مش محتاج اكتيفيت. ده كان الاكتيفيشن بتاع ويندوز 10 ويندوز 8.1 بنفس البرنامج. هاجي بعد كده معانا الاوفيس، هنسطب سوا دلوقتي الاصدار 2016. انا هسيب المجموعة كلها، لو محتاجها مش محتاج حاجة منها ممكن اشيلها، زي البابلشر ده مثلا والوان درايف فور بيزنس ده مش عايزه، انا اشيل دول واسيب الباقيين. بعد كده بدوس انستول اوفيس، هو هيعمل كل حاجه لوحده، انا مش هتدخل تاني خلاص. انا بدوس انستول اوفيس، هو هيسطب لوحده خالص لحد ما يخلص، هيقول لي ان هو خلص وخلاص. اهو كده هو بيتسطب واحنا ملناش دعوه بيه. هنروح نشوف برنامج تاني وهوريك في الاخر ان هو خلص. البرنامج اللي بعديه ده اوفيس 2010. لو محتاج اسطبه هفتحه واعمل له انستول، موضوعه سهل ان شاء الله. ده التعريف بتاع اوفيس 2010 لو احتاج تعرف اوفيس، وطبعا الاصدار اللي هنا ده اصدار انجليزي. ده التعريف بتاعه لو حبيت اعربه هسطب دي بعد تسطيب الاوفيس نفسه. هفتح الاوفيس الاقي فيه اللغة العربية انضافت. بعد كده ده برنامج الادوب ريدر، ده لفتح ملفات البي دي اف. نفتحه سوا. هدوس له نيكست وبعد كده انستول. خلص خلاص فينيش. الاوفيس لسه بالسطة تحت اهو. بعد كده اول ان وان ران تايمز، دي مجموعة برامج مساعدة بتساعدك في تشغيل العاب، مجموعه برامج تكميليه يعني تشغيل بعض البرامج كده يعني. فاحنا بنسطبها عشان اجي اشغل اي حاجه بعد كده الاقيها ايه، ما تقوليش بقى ده فيه كذا ناقص، ده فيه مش عارف ايه، ده هيسد لك الخانات كلها المطلوبه يعني. هو دلوقتي بيفك نفسه وهيسطب نفسه برضه، الموضوع في غايه السهوله يا جماعه. معاه بعد كده الان ديسك. الان ديسك بيستخدم طبعا لاتصال جهاز كمبيوتر بجهاز كمبيوتر عن بعد من اي مكان في العالم، فهو محطوط هنا احتياطي. لو عايز تشغله حد هيدخل عندك انت هتفتحه بس.
بالشكل ده كده، هو بيحتاج نت عشان يبتدي يديك رقم. لو عايز تدخل على جهاز حد هتكتب ايه الرقم بتاعه هنا وتدوس انتر او تدوس على السهم ده، هيعمل لك كونكت عليه. طبعا هو بيديك اذن من هناك. لما يكون في نت على الجهاز ده هيديك رقم هنا للجهاز تمليه لاي حد هيدخل عندك عادي برضه، بعد ما انت برضه تدي له اذن. ده برنامج الافيرا، برنامج كامل، ولكن دي النسخة الفري منه، ما بيحتاجش اي حاجة. لو سطبته عندك خلاص هيتسطب، وهو انترنت انتي فيروس بس، يعني ما فيهوش بقية الاوبشنز. وهو ده اللي انت محتاجه لو هتعمل سكان على فلاش او كده، ومجرد تسطيبه والنت عندك هو بيعمل تحديث لنفسه، ما بتحتاجش تعمل له انت. ده دلوقتي ملف فيديو تيست عشان لو حبيت تجرب اي حاجة كميديا بلاير او كده. عندنا هنا جوجل كروم الاصدار 47، ده خاص بويندوز اكس بي، مش هنسطبه على ويندوز 10 ولا اي، ولا حتى بداية من ويندوز 7، بس انا منزله على الفلاش عشان لو حد اتزنق على جهاز يعني قديم ولا حاجة ومحتاج يشغل نت مش هيعرف يشغل الا باصدار زي ده كده، وهيعمل له مشاكل كمان في بعض المواقع، يعني لانه هو برنامج قديم اصدار قديم، بعض المواقع هترفض الدخول معاه، لكن ده اخر اصدار ينفع يتسطب على ويندوز اكس بي، بعد كده بيرفض. معانا هنا الجوجل كروم الاصدار 64، هتفتحه، قصته سهلة خالص. هو هنا بيقول لك ان الاوفيس خلاص الانستليشن بتاعه فينيشد، اهو هو خلص خلاص، بعمل له كلوز. باجي هنا ابص عليه الاقي المجموعه بتاعته نزلت، ادي الوورد اهو والوان نوت والاوتلوك باوربوينت. هو الاصدار 2016 بيبقى مفرط كده، والاكسل اهو. لو فتحت مثلا الوورد هلاقيه بيقول لي ان هو عايز سيريال، هقفل دي وافتح، ابص عليه بيقول لي ان هو عايز اكتيفيت، ولو جيت هنا في اكونت عليه بيقول لي اكتيفيشن ريكوايرد. دلوقتي هنحل المشكلة دي طبعا بالكي ام اس تاني، اورهولك برضو في السريع. ران از ادمنستريتور، انا عندي الوساطة بتاعت ده جوه الكروم، احنا فتحناه، اخش على كي ام اس اوتولايت وادخل هنا اكتيفيت اوفيس، وادوس له تاني ويس. لو خدت بالك الجوجل كروم خلص وايقونته نزلت اهي. اطلع اشوف برنامج تاني اسطبه. لو بصيت دلوقتي الاقي الاوفيس لسه مفتوح، انا اقفله. قال لي اكتيفيشن سكسسفول، ده بالنسبه للاوفيس. هقفل البرنامج، ما خلصت بيه خلاص. اروح ابص على الوورد تاني اشوف الاكتيفيشن، ما جابليش رساله السيريال، افتحه ما جابليش رساله الاكتيفيشن هنا ايه. ولو جبت اكونت هيقول لي ان برودكت اكتيفيتد، يبقى انا كده ايه اكتفت الاوفيس كله. لو فتحت برضو الاكسل هلاقي الدنيا تمام معايا اهو، مفيش اي رسايل، ومن اكونت اكتيفيتد خلصنا. جوجل كروم في برنامج بعد كده السي بي يو زد، معلش انا لو بتوهك شويه بس انا ماشيهم بالترتيب. سي بي يو زد ده برنامج هتسطبه على الجهاز، هيوريك مواصفات البروسيسور اللي عندك بالكامل تفصيليه. انا كده سطبته، هلاقيه على الديسكتوب اهو،
ده جوجل كروم اللي اتسطب خلاص. برنامج سي بي زد لما فتح قال لي البروسيسور ده كور اي 5 والواط والحاجات والسوكت والكلام ده كله تفاصيل احنا مش هتهمنا، ده موديل البروسيسور بالتفصيل اي 5 6440 اتش كيو، ده الجيجا هرتز بتاعه 2.6 اهي. بيجي هو هنا يقول لي سبيد الكور دلوقتي حاليا، وهتقعد تتغير طبعا لان البروسيسور بيعلى ويقطع على حسب ما هو محتاج. وبيقول لي هنا الكاشات بتاعته الليفل 1 وال 2 وال 3، طبعا اهم حاجه واللي الناس بتتكلم عليها كلها اللي هو ال 3 ده، الكاش بتاعه كده 6 ميجا، عدد الكورز بتاعته 4 كور. يبقى انا كده معايا تفصيلة البروسيسور كلها كموديل وجيجا هرتز والكاش بتاعه وعدد الكورز، دي الحاجات المهمة اللي المفروض تعرفها. بعد كده بيوريني شوية تفاصيل عن الجهاز زي الرامات، بيقول لي الرامات دي الطيب بتاعها ايه، ده دي ار 4 اللي اتشنل، هل هي راكبة سنجل ولا راكبة دول، والحجم بتاعها 8 جيجا. هنا بيوريني الباص بتاعها برضو، ودي البوردة نفسها مش هتهمنا قوي. هنا تفصيلة الكاشات تاني، وهنا الجرافيك بيقول لي ان في كارتين ال اتش دي ال 530 للانتل وال ام دي الفاير برو اتنين جيجا بايت. بيوريك تفصيلة يعني عن الجهاز. بعد كده باجي ابص اشوف البرنامج اللي عليه الدور السي دبليو، ده بتاع كراك ويندوز 7. احنا عندنا الويندوز الويندوزات كلها بتتكرك من الايه من الكم اس، ما عدا ويندوز 7 ما بيظبطش معاه، فانا منزل له كراك لوحده اهو سي دبليو، هوريه لك بعدين. بعد كده ده الفورمات فاكتوري، ده محول الصيغ بيحول صوتيات وفيديوهات، انا منزله هنا مع الفلاش احتياطي عشان اي حد يحتاجه يلاقيه. ده الفايرفوكس اصدار 52، ده اخر اصدار برضو بيقبل على ويندوز اكس بي، يبقى انا حاطط لك اصدار من الفايرفوكس واصدار من جوجل كروم للاكس بي للضروريات يعني. بعد كده احدث اصدار من فايرفوكس واحدث اصدار من جوجل كروم موجودين باصداراتهم اهي. هنسطب دلوقتي الفايرفوكس ال 64، نعمل له كليك يمين ران از ادمنستريتور، نيكستات على طول، هو مفيش التفاصيل اصلا، وادي له فينش، هيفتح معايا البرنامج، هقفله تاني. كده انا بقى عندي اتنين متصفح، الفايرفوكس وجوجل كروم.